الدستور بقى أجرت حوار مع دكتور محمود المتيني وهو عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وكشفت فيه عن خطة لرفع مستويات خريجي كليات الطب، وده من خلال تفعيل نظام تعليمي جديد يبدأ تطبيقه في شهر سبتمبر 2018. أوضح كمان النظام الدراسة الجديد بيعتمد على تقليص مدة الدراسة لخمس سنوات ورفع مدة الامتياز لسنتين، مع إخضاع الطلاب لامتحانات موحدة لقياس المستوى.